ام جانا تتفضل. عايز اسالك بس سؤال. الو اتفضلي يا ام جانا. بص في ناس بتقولي ان اكل الارنب حرام مش مذكور في القران. لا هو مش كل الاشياء اللي مش مذكوره في القران تبقى حرام. طب لو قلت لك اكل نبات البردقوش، اكل نبات اي نبات من نباتات، اكل اي حيوان، لا ده هناك حيوانات محدده او لها صفات محدده هي اللي بتمنع من الاكل. زي لحوم الخنزير. لا انا ملوش دعوه بالخنزير، الله يبارك لك. في ناس كتيره كده قلبها يقع منها. لا اكل الارنب جائز، نحن نفتي بان اكل الارنب جائز. والذي تكلم عن بخلاف ذلك تكلم لاشياء اخرى تتعلق بان الارنب يحيض او شيء من هذا القبيل، لكن اكل الارنب جائز، نحن نفتي بان اكل الارنب جائز وليس بغير ذلك. ماشي، يعني اللي موجودين حواليا ياكلوا منه برضه. وانت تاكلي منه اذا كنت بتحبيه، والا بقى اذا كنتش بتحب الارانب دي مساله ترجع لك، ملهاش دعوه بالشرع. انت ما تحرميش على الناس الحاجه عشان هي ما بتجيش على نفسك. لا اكل الارنب جائز ان شاء الله.